مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن استضافة المملكة الجي 20 نرحب بضيفنا الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور طلال الحربي من داخل استديوهات الإخبارية. أهلا وسهلا فيك دكتور طلال. أهلا فيك. نعم، أهلا وسهلا. بداية دكتور طلال، يعني كيف ترى استعدادات المملكة لرئاسة مجموعة العشرين في هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أنه قمة العشرين هي قمة القمم، ونحن اليوم لا نتحدث عن استحقاق المملكة لوجودها في هذه القمة، ولكن نتكلم عن استضافة المملكة لهذه القمة ورئاستها. لا شك أنه هذه فرصة كبيرة للمملكة لكي تبرز الكثير من الأدوار التي تقوم فيها لخدمة العالم والأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي كافة. هناك استعدادات كبيرة لهذه القمة، وسوف يعقد أكثر من 100 اجتماع خلال هذه السنة للتحضير للقمة، وهناك كثير من الأمور التي ستناقشها القمة على مستوى الشباب، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الثقافة، على مستوى الحفاظ على المناخ العالمي. المملكة أثبتت في أكثر من محفل دولي أنها مستعدة لاستضافة قمم كبيرة، وشاهدنا أن المملكة نجحت في كثير من استضافة لمحافل عالمية ودولية. نعم. قمة العشرين المملكة ليست جديدة عليها، المملكة من المؤسسين لقمة العشرين وشاركت في جميع القمم السابقة، واليوم نسعد بأن المملكة تأتي استضافة المملكة للقمة العشرين في وجود رؤية المملكة 2030، ولنور العالم كله ماذا صنعت المملكة خلال هذه السنوات القليلة الأخيرة. نعم. وهذا التغير الكبير الذي نعيشه إيجابيا في جميع مناحي الحياة. جاءت قمة العشرين، هذه دور المملكة دور محوري فيها. المملكة لا تمثل نفسها في قمة العشرين، كل دولة من دول العشرين التسعتاشر الأخرى تمثل اهتماماتها وتبحث عن مصالحها كدولة، وثم تبحث عن المصالح العالمية. المملكة في هذه القمة تمثل الدول العربية، تمثل الدول الإسلامية، تمثل الشرق الأوسط، تمثل كثير من الدول التي لا يوجد لها صوت في هذا المحفل العالمي. جاءت المملكة في هذا المحفل، والدعوات التي وجهتها المملكة لحضور القمة لكثير من الدول تدل على أن المملكة لا تبحث فقط عن مصالحها، وإن كان هذا حق مشروع لها، ولكن تبحث عن إعادة التوازن العالمي والحفاظ على هذه البيئة لتكون صالحة لأبنائنا وأبناء أبنائنا إن شاء الله في المستقبل. يعني جميل الجملة التي ذكرتها دكتور طلال، أن المملكة يعني لا تسعى في هذه القمة أن تمثل نفسها فقط، هي تمثل ربما يعني نستطيع القول حتى العالم الإسلامي والعالم بأكمله الدولة السعودية. طبعا عن الاجتماعات التحضيرية دكتور طلال، يعني هناك ما يقارب 100 اجتماع ومؤتمر. نعم. طبعا في الاجتماعات التحضيرية، أبرز ملامح هذه الاجتماعات برأيك لما قبل هذه القمة؟ أنا أريد أن أؤكد أن المملكة تمثل أمة في هذه القمة، لا تمثل دولة. نعم. والحمد لله نحن قبلة المسلمين وقبلة العالم، أصبحنا في كثير من الأمور الاقتصادية. الحراك الذي نعيشه في هذه البلد الآن يدل على أن هناك أن المملكة أصبحت تحت المنظور العالمي بجميع نشاطاتها. طبعا الاجتماعات التي سوف تسبق القمة، طبعا قمة قادة العالم سوف تكون يوم أو يومين، وهي تأتي محصلة لما تم خلال هذه السنة. هناك الكثير من الاجتماعات التي سوف تكون على مستوى وزراء ومستوى مسؤولين، مستوى رجال أعمال، مستوى شباب، مستوى فنانين، مستوى مثقفين، ستشمل جميع المناحي، ستشمل جميع المناحي، وستحضر للقمة، قمة الرؤساء، قمة العشرين. فيها مناحي اقتصادية مهمة جدا، فيها مناحي ثقافية، فيها مناحي إلى الشباب. المملكة وبقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو السيد ولي العهد أكدوا على أن هذه القمة سوف تكون قمة مختلفة، وسوف تخرج إن شاء الله بنتائج تخدم الإنسانية أجمع. نحن بلد الإنسانية، ونحن بلد الخير بإذن الله، وما نسعى له هو الخير للجميع. يعني ذكرنا قبل يمكن يعني وزير التجارة وحديثه عن قمة العشرين، دائما يعني المتعارف على قمة العشرين هي الموضوعات ربما الاقتصادية. قبل الحديث أو الفاصل مع وزير التجارة يعني تطرقنا أن هناك موضوعات سياسية ربما مختلفة عن اقتصادية.
هل اليوم يعني برأيك دكتور طلال ترى أن المملكة العربية السعودية ستقود مستقبلا مثلا قاطرة الاقتصاد العالمي لجميع دول العالم بما فيها الاقتصادات العظمى التي تعودنا أن تكون هي البلدان التي تقود الاقتصاد العالمي؟ طبعا هناك الشعار أنا دائما أردده، عندما نتفق اقتصاديا فإننا لن نختلف سياسيا، هذا في الغالب. نعم. في الغالب طبعا دائما يعني قمة العشرين ما يصدر عنها قرارات كثيرة، ولكن القرارات الاقتصادية لأنها تمس يمكن المناحي الحياة اليومية تكون هي الأكثر غالبية وهي الأوضح. المملكة لم تنتظر قمة العشرين لتقود الاقتصاد العالمي، المملكة بالفعل بدأنا منذ سنتين أو ثلاث نقود الاقتصاد العالمي، ونرى أن جميع دول العالم أصبحت تنظر لنا كشريك وكمكمل. طبعا لا نستطيع أن نقول أن المملكة تقود اقتصادات العالم أو دولة أخرى، هي دول مكملة لبعض. نعم. ما هو عندي قد يفتقد الدولة الفلانية وما هو عند الدولة الفلانية، فهناك تكامل الآن. لكن هناك الآن اتفاق على أن المملكة أصبحت أو كانت وما زالت دولة محورية في هذا الحراك الاقتصادي العالمي. نرى جميع دول العالم في المبادرات الاستثمار، رأينا أمريكا الجنوبية، رأينا أفريقيا، رأينا دول لم يكن في السابق مطروح أي تعاون لها مع المملكة، كانت دول لم نتطرق لها اقتصاديا، لكننا الآن مفتوحين على جميع دول العالم، وجميع دول العالم تنظر لنا كشريك اقتصادي. نعم. شريك سياسي، وإن شاء الله قمة العشرين سوف تؤكد هذه المكانة وتضع المملكة في مكانها الصحيح في اقتصاد العالم وفي بؤرة العالم الثقافية والاقتصادية والسياسية. نعم. ذكرتني دكتور طلال بمقولتك اللي ذكرتها، يعني إذا اتفقنا اقتصاديا سنتفق سياسيا. معظم المشكلات فعلا الاقتصادية، المشكلات السياسية تنشأ من مشكلات هي تكون يعني بالدرجة الأولى اقتصادية. الحرب التجارية بين أمريكا والصين اليوم يعني يشهد العالم مؤثرة على الأسواق العالمية المالية ومؤثرة على التجارة بشكل كامل، لكنها اقتصادية وتحولت إلى سياسية. إذن يعني أشكرك دكتور طلال لهذه الإضافة والمقولة. مجموعة العشرين أو الدول في مجموعة العشرين أكدوا أن المملكة منذ انضمامها لدول العشرين هي ملتزمة بجميع طبعا التعهدات في الساحة الداخلية أو حتى الخارجية. كيف يعني ترى أنها ستصب هذه الالتزامات في تحقيق الأهداف المختلفة للدول عالميا أو حتى داخليا في المملكة العربية السعودية؟ كما نعلم أن قرارات قمة العشرين هي قرارات غير ملزمة طبعا، ولكنها تؤخذ كجايدنس كمؤشر ودليل. نعم. والتزام المملكة في جميع ما يصدر يدل على أن رغبة المملكة في أن هذه الاجتماعات لا تكون اجتماعات مجرد صورية ومجرد اتفاقيات على الورق. المملكة تسعى لأن تثبت في كل محفل أن ما تلتزم فيه التزامها التزام عالمي والتزام أمام الإنسانية جميع في قضية المناخ وقضية الكربونات وكثير من القضايا التي المملكة وقعت عليها وتلتزمت بتعهداتها. مكانة المملكة الآن في الالتزامات هذه يعطي لها احتراما أمام شعوب العالم أجمع، وشعوب العالم التي تتابع هذه القمة وتتابع. نعم. القمم الأخرى تعرف أن المملكة بقيادتها للقمة هذه إن شاء الله سوف تكون محفزة للدول الأخرى على الالتزام بتعهداتها والتزاماتها في قمة العشرين.